مساء الخير على حضراتكم جميعا، وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى. بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت، والنهاردة حلقة السبت 5 مارس 2022، وهي حلقة جديدة. حلقة جديدة في محتواها وفي تركيبتها. احنا الفترة اللي فاتت اشتغلنا على تطوير المحتوى اللي بنقدمه علشان يلبي احتياجات المعرفة عند حضراتكم، فأصبح الحلقة متكونة من 5 فقرات بيتعرضوا على 3 أجزاء. هنعرف كل ده في وقته، لكن بفكر حضراتكم في البداية بوسائل التواصل مع البرنامج، سواء من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب، وكل محتوياتنا أو كل محتوى الحلقات السابقة موجودة على اليوتيوب وموجودة على الفيسبوك. وبنبه حضراتكم أنه اعتبارا من حلقة النهاردة والحمد لله هيكون في شكل جديد تماما للحلقات، وأعتقد أن أنتوا هتتبسطوا منه لأنه معتمد على التنوع والتفاعل مع المشاهدين. أول جزء من حلقتنا النهاردة هنبتدي بتقرير بنسأل فيه الناس عن التسنين. التسنين موضوع بيهم كل الأسر اللي عندهم أطفال لسه مولودين أو في الشهور الأولى. التسنين عند الأطفال، سألنا الناس أسئلة محددة في الشارع وعلى صفحتنا كمان على الفيسبوك. سألناهم 4 أسئلة: إمتى بداية التسنين؟ المفروض معدل ظهور الأسنان يكون كل قد إيه؟ وإيه هي أعراض التسنين؟ وأخيراً، هل تأخر التسنين بيكون دليل على نقص الكالسيوم وفيتامين دال؟ تعالوا بينا نسمع آراء الناس وأجوبتهم على هذه الأسئلة. يحكى أن مازال متواصل، يلا نتفرج على التقرير مع بعض. التسنين عند الأطفال بيختلف، في بناء عن تجربتي مع الولاد ابني سنن على 4 شهور، وفي المعظم الطبيعي من 5 ل6 شهور. يعني هو الأول بيبدأ إما السنتين اللي تحت أو اللي فوق، بعد كده اللي في الجنبين بعد شهر، يعني على السنة بيبقى اكتملت اللي هي الأسنان الأمامية، وبعد كده درس أو من فوق أو من تحت. على حسب كل طفل، ممكن طفل بيبدأ من 6 شهور، وفي طفل بيبدأ من 7 أو 8، على حسب كل. لو الطفل مشي قبل ما يسنن ده بيتأخر شوية في التسنين، شوية في التسنين. يعني في طفل من 6 شهور، في طفل من سنة، أعراض بيبقى سخونية، في أطفال ما بتتعبش، بس بتبقى مثلا إسهال، مش عارفة إيه، تعب. الأم بتبقى قلقانة عنه، بتبقى قلقانة عليه لما يجي يسن، بتخاف عليه، بتبقى قلقانة عليه، وكل شوية بقى تروح تجس عليه وتشوفه تعبان كده. ممكن مش كل الأطفال، معلش، في اللي بيبتدي بيسهل، وفي اللي بيسخن، في اللي عينيه بتحمر، وفي اللي ما شاء الله بيطلع كده مرة واحدة. فهو الطفل وصحته. هو تأخر التسنين له شكين، شكي وراسي، والشكي التاني اللي هو الفيتامينات، برضو تأخير فيتامين في الجسم، الفيتامين د أو كالسيوم في الجسم بيبقى قليل، فبيأثر طبعا في التسنين بتاع الطفل. اللي هو نقص الكالسيوم، عشان لازم يتغذوا، يعني يشربوا لبن كتير، ياكلوا يعني فيتامينات، ياخدوا فيتامينات كتيرة. أيوة، ممكن تكون نقص في فيتامين، بيبقى نقص برضك عند الطفل وكده. بتنقص الكالسيوم، وبرضك الرقة على كالسيوم الأم. هي العيل لما بيكون واخد كالسيوم من الأم بيسنن، انت الأم مش بتحس بيه، بيطلع السنان بسرعة. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وسمعنا آراء الناس، وأنا حقيقة فخور يعني بآراء الناس، لأنه معظم الكلام اللي اتقال صح، يعني هنؤكد عليه دلوقتي وهنعدل شوية حاجات كده بسيطة طبعا إذا سمحتولي. بس قبل ما نعمل كده تعالوا نشوف آراء الناس بقى على السوشيال ميديا. سألنا نفس السؤال لحضراتكم على صفحتنا على فيسبوك، تعالوا نشوف الأجوبة بتاعتها كانت إيه.
ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وعلشان بقى نعلق على الأسئلة ونشرح المعلومات الخاصة بموضوع التسنين، وهنبدأ من الأسئلة اللي سألناها إمتى بداية التسنين. الحقيقة نظرياً، وأنا خلوا بالكم الكلمة، نظرياً التسنين بيبدأ من بعد الشهر السادس. ممكن الموعد ده يكون قابل للتقديم وقابل للتأخير، تمام؟ يبقى الشهر السادس ده الميعاد النظري، بس معنى كده إن الأمهات اللي عندهم أطفال ولاد أو بنات يسننوا متأخر ما يلاقوش، ولو سننوا بدري برضو ما يلاقوش. طيب نظام ظهور الأسنان بقى، نظام ظهور الأسنان بيختلف جدا من طفل للتاني. الأطفال على فكرة اللي حجمهم كبير ممكن يتأخروا إلى ما بعد نهاية السنة الأولى في بداية التسنين، خلاص؟ ويوجد عامل وراثي في موضوع التسنين، يعني في عائلات بأكملها ممكن تتأخر في التسنين. علشان كده حضرتك كأم أو حضرتك كأب لما يكون عندكم طفل اسألوا الجد بقى والجدة أخباركوا أنتوا إيه كنتوا في التسنين، في معدل التسنين، تمام؟ وبرضو الموضوع له علاقة، يعني في علاقة ما بين التسنين وتطوير النشاط الحركي. وفي فرق على فكرة ما بين الولاد والبنات، يعني الولاد والبنات، الولاد بيسننوا بدري عن البنات، البنات بيطوروا الفاين سكيلز أو المهارات الدقيقة أسرع. بس الولاد خليكوا حافظين كده، الولاد يسننوا أسرع ويطوروا حركتهم أسرع، وعشان كده بيبقوا أشقية أكتر. البنات طبعا بيمتازوا بالرقة، بس في نفس الوقت بيطوروا المهارات الدقيقة بما في ذلك المهارات العقلية، يعني البنات بيطوروا كده العقل أسرع. طيب نجاوب على تاني سؤال اتسأل في التقرير، ما هو معدل ظهور الأسنان؟ يعني الأسنان بتظهر كل قد إيه؟ الحقيقة أنا عايز أعلمكم النهاردة معادلة كده مبدئية لطيفة جدا، بتكون ناجحة إلى حد كبير قوي، وهي إن عدد الأسنان المفروض ظهورها بيكون قد إيه؟ بتكون عبارة عن العمر بالشهور ناقص 7. العمر بالشهور ناقص 7، يعني إيه؟ ندي مثل، يعني لو طفل عنده 9 شهور يبقى رقم 9 ناقص 7 يبقى الباقي كام؟ 2. يبقى الطفل اللي عنده 9 شهور المفروض يبقى عنده سنتين، خلاص كده؟ بس زي ما يعني قلت لكم مواعيد ظهور الأسنان بتختلف من طفل للتاني، يعني المعادلة دي ممكن نمشي عليها بس مش لازم يعني، أو مش دقيقة بنسبة 100%، لأن لسه قايل لكم الوضع بيختلف من طفل للتاني. برضو العدد بيختلف، يعني في أطفال ممكن تروح مسننة سنة واحدة، في أطفال تقعد تسنن مرتين ورا بعض. على فكرة العلم ما حددش يوم محدد لبداية نمو أي عملية في الجسم. ركزوا في الجملة. العلم ما قالش العملية الفلانية في الجسم الخاصة بالنمو هتبدأ يوم كذا أو هتبدأ في شهر كذا، لا، بيبقى دايما في مدى زمني أو دايما في رينج بيمتد أحيانا لشهور. يعني الأم اللي طفلها خلص الشهر السادس، شوف أنا قلتها كم مرة أهو، وما سننش ما تقلقش، تمام؟ على فكرة أول الأسنان اللي بتظهر زي ما سمعنا كده في التقرير صح غالبا بتكون السنتين اللي في النص تحت، وآخر حاجة بتظهر هي الأنياب، خلاص؟ وتحديدا الأنياب السفلية، بعد كده الأنياب العلوية، يعني آخر حاجة بتظهر الأنياب العلوية. طيب اللي ما بينهم بقى، ما بين البداية وما بين نهاية التسنين، بيختلف جدا بقى من طفل للتاني، تمام؟ بس الأسنان طبعا بتبدأ الأول، بعد كده الضروس، بعد كده الأنياب. والحقيقة أن من أهم النقط في الموضوع ده أن مرحلة الحمل هي أهم مرحلة في تكوين الأسنان عند الأطفال، تخيلوا بقى. عشان كده لازم الأم الحامل تهتم جدا بالتغذية السليمة خلال الحمل. أنا بقول الرسالة دي لمين؟ للأمهات الحوامل بس؟ لا، للأمهات الحوامل اللي بيشتكوا ان مش عارفين ناكل، مش قادرين ناكل. افتكري كويس قوي ان اكلك ده مهم قوي عشان خاطر الجنين، في انيميا يعني بمستوى كرات الدم اللي عنده والحمرة انها تبقى كويسة، كل حاجة. اخيرا ما هي اعراض التسنين؟ والحقيقة ان انا سمعت في التقرير وخدت ملاحظة ان اتكرر قوي الاسهال ودرجة الحرارة. الاعراض كتير ومختلفة، الثابت فيها مش الحرارة والاسهال، الثابت فيها هو الالم اللي بيكون عند الطفل وبيخليه مقريف فعلا. كلمة مقريف يعني لما تبص له كده تلاقوه مقريف، حتى مش شرط ان المقريف ده يبقى بيعيط، هو مقريف ان هو نبص له كده احيانا نلاقيه عيني متضايق وطول الوقت بيعض صباعه او صباع اللي بيلعبه بيبقى عايز يضغط عليه. بالإضافة طبعا من الأعراض بارته المؤكدة كثرة الريالة، يعني الريالة تبقى كتير، وكحة نتيجة ان هو بيشرق من الريالة، واحمرار الخدين والدقن، وقليل عكس بقى ما الناس قالت، قليل لما بيحصل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو الإسهال. معنى كده أنه الحرارة والإسهال مش من العلامات المؤكدة للتسنين عند الأطفال. أخيرا، هل تأخر التسنين دلالة على نقص الكالسيوم أو فيتامين دال؟ الإجابة لا، نقص الكالسيوم وفيتامين دال بيظهروا أكتر
في تأخر الجلوس عند الأطفال اللي المفروض تكون ما بين الشهر السادس والتاسع، وتأخر الوقوف اللي بيكون ما بين الشهر التاسع والاتناشر، وتأخر المشي اللي بيكون ما بين سنة وسنة ونص. طبعا فيتامين د ضروري للأطفال خلال السنة الأولى بمعدل 4 نقط يوميا من الشهر الثاني في حالة الرضاعة الطبيعية، ومن الشهر الثالث أو الرابع في حالة الرضاعة الصناعية. وبحذر حضراتكم من أن احنا ندي الأطفال حقن الكالسيوم بدون مشورة طبية، لأن ده بيؤدي أو قد يؤدي لا قدر الله لا قدر الله لخلل كبير، خلل في الوظيفة بتاعة الكليتين. أسلم وأحسن تصرف هو التحليل المعملي لمستوى الكالسيوم وفيتامين د.